بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنتكلم النهارده عن ان الاسره المسيحيه هي ايقونه للثالوث القدوس. الثالوث القدوس هما ثلاثه اقانيم، الاب والابن والروح القدس. الثلاثه دولت في صفتين مهمين قوي، صفة الوحدانية وصفة التمايز. التمايز مش التميز، التمايز. الوحدانية ان الاب والابن والروح القدس اله واحد، دي الوحدانية. انما التمايز الاب ليس هو الابن، والابن ليس هو الاب، والآب ليس هو الروح القدس، والروح القدس ليس هو الآب، وهكذا أيضا الإبن ليس هو الروح القدس، والروح القدس ليس هو الإبن. ففي تمايز بينهم. يعني مثلا من الذي تجسد؟ ده الإبن. من الذي صلب على الصليب؟ ده الإبن. من الذي حل على الروح القدس يوم الخمسين؟ ده الروح القدس. من الذي تكلم في جبل التجلي وفي يوم المعمودية وقال هذا هو ابن الوحيد الذي به سررت؟ ده الآب. يبقى إذن الآب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. والوحدانية لا تتعارض مع التمايز. يعني ان هما التلاتة واحد ده لا يتعارض ان التلاتة متمايزين، متمايزين عن بعض. تعالوا بقى نشوف ليه انا بقول الاسرة ايقونة للثالوث القدوس. الاسرة هما شخصين، ولكن الروح القدس في سر الإكليل المقدس بيوحدهم ويقول إن هما ليس بعد اثنين بل واحد. عشان أفهم إزاي هما يبقوا واحد وفي نفس الوقت يبقوا هما متمايزين، ده زي الثالوث القدوس. مش كده قلنا إن الأسرة أيقونة للثالوث؟ فالوحدانية والتمايز في الأسرة ينبغي أن تكون على مثال الثالوث القدوس. نشرح الكلام ده يعني إيه؟ يعني الوحدانية في الثالوث القدوس لم تلغي التمايز. يعني الآب ما لغاش الابن، والآب ما لغاش الروح القدس، لكن الابن له دوره والروح القدس له دوره وفي تمايز. فالوحدانية لا تلغي التمايز ولا تلغي الآخر، بل تحافظ عليه وتظهر تمايزه. نفس الكلام في الزواج. الزوج اللي عايز يلغي مراته ويكون هو كل في الكل، ده مش على أيقونة الثالوث القدوس. أو الزوجة اللي عايزة تلغي زوجها وتكون هي المسيطرة على كل شيء، ده مش صورة الثالوث القدوس. بل هما الاثنين واحد، وكل واحد فيهم متمايز عن الآخر. فالوحدانية في الزواج هي تكميل للآخر وليست إلغاء للآخر. الوحدانية في الزواج المسيحي هي تكميل للآخر وليست إلغاء للآخر. شوف ربنا لما خلق العالم بعد كل يوم يقول ورأى الرب أن كل شيء حسن، فكان كل شيء حسن.
إنما نلاقي جملة واحدة ربنا قال فيها ليس جيدا أو ليس حسنا. إيه الجملة دي؟ والجملة دي by the way قيلت قبل الخطية وقبل السقوط. إيه اللي ربنا قال عليه ليس جيدا؟ إنه لما لقى آدم لوحده فقال ليس جيدا أن يوجد آدم وحده. تلاقوها في تكوين 2 وعدد 18. يقول وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. ليه ليس جيدا؟ ربنا خلق النفس البشرية نسميها نفس علاقاتية، يعني تنمو من خلال العلاقة وتنمو من خلال الآخر. لا تنمو النفس البشرية في استقلالية مع الآخر. وغرض ربنا إن مش بس يكون في علاقة بينهم ما بين بعض، إنما يكونوا واحد. ما هو ممكن يكون في علاقة بين 2 أصدقاء مثلا، إنما غرض ربنا إن يكون الزوج والزوجة واحد. زي ما نقرأ في تكوين برضو 2 عدد 24 يقول لذلك يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. جسدا واحد واحد. إيه الهدف؟ ليه ربنا عايز إن يكون في وحدانية بينهم؟ الغرض الأسمى إن إحنا نبقى واحد مع ربنا. ده الغرض الأسمى، إن إحنا نبقى واحد مع ربنا. ما إحنا العروس والسيد المسيح هو العريس، والاتنين يبقوا واحد. آدم بص لنفسه وقال ده أنا جسد ودم والله ده روح، إزاي أقدر أتحد مع ربنا؟ ازاي جسد والدم ده يتحد مع ربنا؟ فربنا قال له طيب بص يا ادم، انا هخلق منك من ضلع منك امرأة. ما تقدرش تقول ان انا ما اقدرش ابقى واحد معاها، لانها عظم من عظمك ولحم من لحمك. فما تقدرش تقول انا ما اقدرش اكون واحد معاها. وفي نفس الوقت هخلقها مختلفة او متمايزة عنك، وانتوا الاتنين من خلال عمل الروح القدس اوحدكم مع بعض. وبالطريقة دي تتدرب وتتعلم كيف تتحد مع الآخر اللي هو مختلف عنك أو متمايز عنك، ولكن في نفس الوقت هو منك لأنه عظم من عظمك ولحم من لحم. عشان كده آدم أول ما شاف حواء أول كلمة قالها قال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. فلما آدم يتعلم إزاي يبقى واحد مع زوجته اللي هي من عظمه ومن لحمه بس متميزة عنه، وده من خلال عمل الروح القدس، يعرف آدم إزاي يتحد مع الله اللي هو مختلف عنه، ولكن من خلال عمل الروح القدس يتوحد، يصير الإنسان واحداً مع الله. طبعا النهاردة بداية صوم الميلاد، ده غرض من أغراض التجسد، إن الله صار إنسان عشان يوحدنا معاه ونصير واحدا، وعطانا جسده ودمه عشان من خلال التناول
نصير واحد معاه. فيبقى إذن من ضمن أهداف الزواج إن يتعلم الزوجين إزاي يصيروا واحدا، ودي مدرسة من خلالها يعرف يتعلم إزاي يصير واحد مع ربنا. هي المشاكل في الأسرة بتحصل منين؟ ليه أسرنا ما بتبقاش مقدسة وبقى فيها مشاكل؟ ده رأيي وده رأيها، رأيي أنا لازم يمشي وهي تقول لا رأيي أنا لازم يمشي، فيتخانقوا مع بعض، مش عارفين يبقوا واحد. وأحيانا احنا بنعمل كده مع ربنا، ربنا يقول وصية وأنا أقول لا أنا رأيي غير الوصية دي، ربنا يقول أذكر يوم السبت لتقدسه وإحنا ما نجيش الكنيسة في يوم الرب، أنا ماشي بمزاجي مش ماشي مع ربنا، مش واحد مع ربنا، مفيش اندماج بيني ما بين ربنا. ربنا يقول ما تكذبش أكذب، ربنا يقول ما تشتمش أشتم، ربنا يقول ما تدينش أدين، ليا رأيي وربنا له رأيه ونفضل بنختلف مع الله. لو الإنسان في الزواج تعلم كيف يختفي هو علشان يرضي الآخر، في علاقته مع ربنا هيتعلم كيف يختفي هو ليرضي الله. وتخلوا بالكم ده اللي احنا بنقوله في الوصية، يعني في الوصية بتاعت الرجل نروح نقول له ايه؟ وان تسرع الى ما يرضي قلبها، يعني اعمل اللي يفرح زوجتك، اعمل اللي يرضيها مش اللي يرضيك انت. وبعدين نقولها هي انك تطيعي وتخافي وتزيدي في طاعته اضعافا مما اوصيناك به، فنقولها برضو انت اعملي اللي يرضي زوجك. تخيلوا كده لو في زوجين هو كل اللي بيفكر فيه كيف يرضي زوجته، وهي كل اللي بتفكر فيه ازاي ترضي زوجها، هيبقوا اسره مقدسه عايشين في سلام والبركه تحل عليهم. ويتعلموا كل واحد منهم ازاي في علاقته مع ربنا ان انا الغي ذاتي تماما وارضي الله. فالوحدانية لم تتم بصراع القوة وكل واحد عايز يثبت ذاته، ولكن الوحدانية تتم بإنكار الذات، وإن الواحد لا يهتم بما هو لنفسه بل بما هو للآخر، زي ما الكتاب المقدس بيعلمنا لا يهتم بما هو لنفسه بل بما هو للآخر. والوحدانية هي وحدانية دائمة، هي وحدانية دائمة، علشان كده الزواج هو عهد وليس عقد. أي نعم أنتم بتمضوا على عقد في الإكليل، لكن الزواج في مفهومه هو عهد وليس عقد. العهد لا يمكن أن يكسر، لكن العقد ممكن يتفسخ. أي عقد ممكن يتفسخ، إنما العهد لا يمكن أن يفسخ. عشان كده دايما العهد بيتعمل بإيه؟ بالدم. حتى ربنا لما عمل معانا العهد يقول خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. وفي العهد القديم موسى قدم ذبائح وخد الدم ورشه
عن الناس وقال هذا هو دم العهد. لأن فسخ العهد يساوي موت، يساوي دم. عشان كده العهد لا يفسخ، العهد يفسخ بالموت وبالدم. وده اللي بولس الرسول حب يشرحه، ان ربنا علشان يفسخ العهد الاولاني زي ما كان بيشرح في رسالة غلاطيا، ان لو واحدة مرتبطة بزوج هي مرتبطة بناموس الرجل، ولكن لو مات الرجل هي حرة ان تتزوج تدخل في عهد تاني. فكان لابد يحصل موت ولابد يحصل سفك دم. فالسيد المسيح مات وسفك دمه عشان العهد الاولاني ينسخ ويفسخ ويقيم عهد جديد ربنا بدمه، مش بدم ذبائح ودم حيوانات. فالعهد لا يفسخ. وده اللي خلى ربنا لما يخلق حواء، ليه ربنا ما خلقش حواء زي ما خلق آدم، خد شوية تراب ومنهم خلق حواء وينفخ فيها، كانوا هيبقوا اتنين مستقلين. لكن ربنا خدها من آدم علشان تكون لحم من لحمه وعظم من عظامه، عشان تكون من ضلعه، عشان تكون واحد معاه. والوحدانية زي ما قلت هي وحدانية دائمة لان ده عهد، وايضا هي وحدانية في كافة النواحي. يعني ايه في كافة النواحي؟ يعني وحدانية في الجسد، وحدانية في الروح، وحدانية في النفس، وحدانية في الإيمان، وحدانية في العاطفة، وحدانية في الفكر، وحدانية في الممتلكات إلى آخره، في كل شيء. والوحدانية زي ما قلت لا تلغي التمايز. ومن هنا بعض الناس لما يجي يقولك طب إيه المانع أن أنا أتزوج من طائفة أخرى ويكون إيمان مختلف؟ طب إزاي يكون واحد؟ إزاي يكون واحد؟ ما هو في إيمان مختلف. أي نعم في مساحة مشتركة مع الطوائف، بس في مساحة نختلف فيها. ومن هنا لا يليق إن إنسان يرتبط بإنسانة من طائفة أخرى ليست هذه الطائفة ليست واحدة في الإيمان معانا. وإلا الوحدانية تتم إزاي؟ أنا قلت هي وحدانية دائمة ووحدانية في كافة النواحي تشمل الإيمان. واللي بيوحد الاثنين ده ليس فعل بشري، ده مش قاضي في المحكمة ولا واحد يقول I pronounce you husband and wife. لا، اللي بيوحد هو الروح القدس، ما جمعه الله. يعني اللي بيجمع هو الله، الكاهن ده مجرد أداة في يد الله. ومن هنا التقليد البشري اللي هو فيه ان الاب ابو العروسة بيسلم بنته لعرسها، هذا التقليد ده تقليد بشري. انما تعالوا بصوا لكلمات الاكليل والحان الاكليل يقول ايه. يقول استلم يا عريس عروسا هي لك. مين اللي ادهاله؟ يسوع المسيح أعطاها لك. وبيد الأب الكاهن اللي هو وكيل سرائر الله زي ما بولس الرسول قال سلمها لك وبارككما باسمه القدوس. يبقى إذن مين اللي بيسلم العريس العروس لعريسها؟ الروح القدس، يسوع المسيح سلمها لك.
الأب كان هو مجرد وكيل، وكيل لسرائر الله. فاللي بيسلم العروس لعريسها ليس الكاهن وليس الأسقف، ولكن الله نفسه. وتلاحظ ان هم يروح ماسكين ايدين بعض، والاب الكاهن يضع لفاف على اليدين وهم ماسكين ايدين بعض. كان زمان لما القداس الاكليل بيتعمل وسط القداس، اللفافة دي كان هما هون الاتنين بيروحوا يتناولوا بيها، فدي كان مفروض لفافة التناول، ويبقى هنا بالتناول بيصيروا واحدة مع بعض، وطبعا من خلال صلوات الاكليل. عشان كده بولس الرسول لما بص للسر ده، ازاي ربنا عمل اتحاد الزوج بالزوجة دي ايقونة للثالوث القدوس، فوقف في انبهار وقال هذا السر عظيم، هذا السر عظيم. والاتحاد ده او الوحدانية مش بس في الثالوث القدوس، إنما هي وحدانية أيضا في شخص المسيح، اللي هو في الناسوت واللاهوت اتحدوا مع بعض. وحدانية لم تلغي التمايز، عشان كده نقول وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. والكنيسة رفضت هرطقتين، هرطقة أطاخي اللي بيقول إن الناسوت ده اختفى في اللاهوت، وهرطقة نسطور اللي فصل ما بين الاتنين. يعني إنجاز التعبير أقول برضو الزواج لو واحد بيلغي التاني دي عامل زي هرطقة أطاخي، لأن واحد بيلغي التاني زي ما أطاخي قال اللاهوت بيلغي الناسوت. ولو بقيوا اتنين عايشين كده زي اتنين شركة في بيزنس مثلا، ولكن ما فيش وحدانية حقيقية بينهم، فكده وقعنا في هرطقة نسطور اللي قال الاتنين عايشين مع بعض كده. إنما زي ما في التجسد نقول هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس، هكذا في الزواج الروح القدس يوحد الاثنين دون ان يلغي التمايز بين الاثنين. فهو اتحاد حقيقي سرائري سري عجيب من عمل الروح القدس لا يلغي التنوع. مش كده بنقول الاسرة مقدسة؟ اتحاد حقيقي سرائري سري عجيب من عمل الروح القدس. يبقى الوحدانية دي وحدانية دائمة ووحدانية في كل نواحي الحياة. وقلنا ان الوحدانية دي ليه دائمة؟ لانها عهد، عهد، لان اللي جمعهم هو ربنا، ما جمعه الله لا يفرقه الانسان. كلمة عهد دي ذكرت في ملاخي إصحاح 2، وأنا عايزكم تنصتوا معايا جيدا لما نتكلم على ملاخي إصحاح 2. ناس كانت بتروح المسبح وتصلي وتغطي مسبح ربنا بالدموع والبكاء والصراخ، ولكن ربنا ما كانش يقبل صلواتهم. فقالوا ليه يا رب؟ ده احنا بنصلي وبنصلي بدموع وبنصلي ببكاء وبنصلي بصراخ، ليه؟ تعال نشوف الإجابة في ملاخي إصحاح 2 من أول عدد 13. يقول وقد فعلتم هذا ثانية، يعني خطية تانية أو خطأ تاني، مغطين مسبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ، فلا تراعي التقدمة بعد. ربنا ما ينظرش للتقدمة بتاعتكم، ولا يقبل المرضي من يدكم. واللي بتقدموه علشان تسترضوا ربنا، ربنا ما بيقبلوش.
لا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرض من يدكم. فالناس سألت ليه؟ فقلتم لماذا؟ أدي بقى الإجابة: من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. عهدك، امرأة عهدك، يعني الزواج عهد. ده كلمات الله، ده رد ربنا على ملاخي. طيب، اول حاجة ناخد بالنا في الآية دي ان ربنا قال على الطلاق انه ايه؟ غدر. غدر، عارف يعني ايه غدر؟ هديك يعني مثال بسيط كده. يعني تخيل مثلا لو انا قلت لك يا فلان ممكن تاخدني معاك المشوار الفلاني ده، فانت قلت لي خلاص تعالى وانا اخدك معايا، ومشينا مع بعض، وفي نص السكة كده رحت فتحت باب العربية قلت لها مش قادر اكمل معك، تفضل انزل. وقالت قلت لي تفضل انزل، ده ربما تكون زقتني وضربتني وقعتني من العربية وهي ماشية وبهدلتني وجرحتني، فاقول ايه؟ اقول انه فلان ده غدر بيا، ده وعدني ان هيفضل معايا المشوار كله وفي وسط الطريق بهدلني وغدر بيا. مش ده اللي بيحصل في الطلاق؟ في الطلاق يوم الزواج انتوا الاثنين ركعتوا صاد المسبح وعملتوا عهد مع ربنا انكم هتستمروا مع بعض، ومفروض تكونوا عرفتوا بعض كويس، عشان كده بقول في خطوبة وتتعرف على بعض كويس. وبعدين تحصل شوية مشاكل بينكم، فيجي واحد يغدر بالتاني، وانا عمري ما شفت نايس ديفورس. دايما الديفورس بيبقى فيري فيري اجلي، بيبهدلوا بعض ويجرحوا في بعض ويهينوا بعض، واللي بيدفع الثمن الولاد. وبعد خناقات كتيرة ومحاكم وقضايا وفلوس بتتصرف، بيوصلوا في الآخر على اتفاق. والناس دايما بتتخانق في الطلاق على حاجتين: على الفلوس أو على الأولاد، مين ياخد الحضانة بتاعت الولاد. ده يجوا الناس بتتخانق على الحاجتين دول، الفلوس والولاد. وقول يا ربي كل المجهود اللي اتبذل عشان يوصلوا للاتفاق ده، لو خلينا المجهود ده يتبذل في اتجاه الصلح مش في اتجاه الطلاق، مش يبقى أفضل؟ مش يبقى أفضل؟ وفي الآخر انتوا بتوافقوا على حاجات في الطلاق ربما انت مش موافق عليها، بس خلاص المحكمة حكمت بكده، او بتضطر تتنازل على حاجات انت شايف انها من حقك بس علشان تخلص. طب ما تتنازل عن الحاجات دي في طريق الصلح بدل ما انتوا بتتنازلوا عنها في طريق الطلاق. ما تتنازلوا وتتسامحوا وترضوا بعض، يرضيكم ان ربنا يقول عليكم ان انتوا غدرتوا ببعض زي ما قال كده: من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. ربنا هو الشاهد على العهد ده، الروح القدس هو اللي شاهد على العهد ده، وبعدين أنت ولا أنت تغدر، يبقى في غدر، تغدر بالآخر وهي قرينتك وامرأة عهدك. فعايزكم بس تحطوا في ذهنكم أن الطلاق غدر، الطلاق هو غدر، ده كلمات ربنا مش كلامي أنا. وبعدين يكمل يقول: أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ يعني أفلم يفعل واحد؟
يعني هو ربنا مش خلاهم واحد وأعطاهم الروح القدس عشان يوحدهم؟ طب ما الروح القدس إن كان وحدهم ليه أنت بتفصل اللي ربنا جمعه؟ بعدين يقولك ولماذا الواحد؟ ليه ربنا وحدهم؟ يقولك طالبا زرع الله، بالإنجليزي he seeks godly offspring، زرع مقدس، زرع إلهي. ربنا وحدكم عشان ولادكم دول تبقوا مقدسين. وبعدين يدينا ربنا تحذير في آية 15، فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. بلك خلي بالك، احذر، خليك حذر، اوعى تغدر بامرأة شبابك، امرأة عهدك اللي ربنا شاهد بينك ما بينها وشاهد بيت ما بينه. احذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شباب. تاني حاجة عن الطلاق في آية 16 يقول لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل. من النادر قوي في الكتاب المقدس نلاقي كلمة أن ربنا بيكره، نادر قوي تلاقي الكلمة دي موجودة، إنما ذكرت في الطلاق. يعني اللي بيفكر يتطلق ده بيعمل حاجة ربنا بيكرهها. إيه رأيك؟ وإيه رأيك؟ تحبوا نعمل حاجة ربنا بيكرهها؟ إزاي الإنسان يجرؤ إن يعمل حاجة ربنا بيقول أنا بكرهها؟ أنا بكرهها. ربنا عايز إن نبقى واحد وإحنا نقول له لأ، واللي أنت جمعته يا رب إحنا هنفصله وهنعمل اللي أنت بتكرهه. وناس تسأل وتقول هي الكنيسة ما بتسهلش الطلاق ليه؟ طبعا الكنيسة ما تسهلش الطلاق. إزاي الكنيسة تسهل حاجة ربنا بيكرهها؟ إزاي؟ لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل. ثالث حاجة على الطلاق يقول لك وأن يغطي أحد الظلم بثوبه. يعني الطلاق ده ظلم، الطلاق ده ظلم. دايما في حد بيتظلم، ده على الأقل، وغالبا اللي بيتظلم ده الأطفال الصغيرين الولاد. ولكن في أغلب الأحوال إن لم يكن فيها كلها، الظلم بيقع على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد، فالثلاثة بيتظلموا. والإنسان كتير بيتصور إن حياته بعد الطلاق هتبقى أسعد وأحسن، ده ما بيحصلش. في كتاب بالإنجليزي اسمه Divorce Busting. الكتاب يعني مع الجنون بتاع معناه ضد الطلاق. وفي المقدمة الكاتبة بتقول أنا ملحدة، فما بكتبش الكتاب ده من منطلق ديني، ولكن بكتب الكتاب ده من خبرتي في الطلاق، وبقالي أكتر من 20 سنة. الكتاب ده صدر بقاله يمكن 25 سنة، فهي كانت كاتبة وقتها أكتر من 20 سنة. يعني دلوقتي هي بقالها 45 سنة تشتغل كفاميلي كونسلر. فبتقول أنا من خلال خبراتي طوال السنين دي شفت حاجتين بالإحصائيات عايز أقول لكم عليهم. الحاجة الأولى
ان النادر قوي ان الانسان بيبقى اسعد بعد الطلاق من قبل الطلاق. حالات نادرة ان الانسان بعد ما بيتطلق بيبقى اسعد، لان الطلاق ده بيسيب جروح كتيرة في قلب الانسان. والحاجة التانية اللي قالتها حاجة لطيفة، قالت احنا كل واحد مننا شخصيته بتجذب او بتتجاذب مع شخصية معينة. يعني انت لو بصيت كل اصحابك القريبين منك هتلاقيهم كلهم ليهم نفس الصفات تقريبا. فبيقول لك غالبا اللي بيتطلق وبيتجوز تاني بيتجوز نفس الشخصية الاولى. فانت بتتطلق وبعدين you get attracted لنفس الشخصية الاولى، فانت بتجوز نفس الشخصية. علشان كده هي قالت هل ممكن المشاكل تتحل؟ قالت اه ممكن المشاكل تتحل لو المجهود اللي بتقضوه ده في الطلاق عشان تتفقوا على الولاد والحضانة والفلوس، لو قضيتوه المجهود ده واتنازلتوا زي ما بتنازلوا في المحاكم علشان تصطلحوا مع بعض هتقدروا تصطلحوا. ودي واحدة ملحدة، بس ده الكلام اللي قاله الكتاب المقدس. فالطلاق ده ظلم، يبقى الطلاق ده غدر، والطلاق ده مكروه لدى الله، والطلاق ده ظلم. ده كلمات كتاب المقدس. طب تعال نقرا الآية دي بالإنجليزي. يقول لك For the Lord God of Israel says that he hates divorce, for it covers one's garment with violence. Violence يعني إيه؟ يعني عنف. فالطلاق في عنف، الطلاق أيضا في عنف، ناس بتبهدل بعض، بيبهدلوا بعض. دلوقتي كمان مع السوشيال ميديا تلاقي ده يشتم مراته على السوشيال ميديا، وهي تشتم جوزها على السوشيال ميديا، واللي زي ما يقول المثل اللي ما يشتري يتفرج. وفي عنف، ليه نبهدل بعض كده؟ ليه؟ ويكمل الكتاب ويقول قال فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. الحاجة بقى العجيبة بعد مرة يعني الجزء ده يقول لك لقد أتعبتم الرب بكلامكم، لقد أتعبتم الرب بكلامكم، خليتوا ربنا بقي تعبان. احنا أتعبنا ربنا وقلتم بما أتعبناه. احنا أتعبنا ربنا ازاي؟ فبيجاوب ربنا بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم. هو ربنا يرضى؟ لا، ربنا موافق على الطلاق. مين قال ان ربنا مش موافق على الطلاق؟ يعني متأكد الاباء الكهنة سمعوا الكلمة دي مئات المرات. فانتوا كده بتقولوا اللي بيفعل الشر اللي هو الطلاق ده هو صالح في عيني الرب. لما تقولوا كده انتوا بتتعبوا ربنا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر به. وإيه الجملة الثانية اللي بنسمعها كتير في الطلاق ودي موجودة في مراخي برضو؟ يقولك Is it fair؟ هو ده من العدل؟ موجودة هنا يقولك أو أين إله العدل؟ هو ده عدل؟ هو ربنا يرضي بكده؟ فلما يجي الإنسان يعترض على حكم ربنا احنا بنتعب ربنا.
بنتعبه. يا إما لما نقول على الشر ده صالح في عيني الرب، نقول الطلاق ده صالح في عيني الرب، أو نقول فين العدل، هو ربنا يرضى بكده؟ فالطلاق هو غدر، الطلاق هو مكروه لدى الله، الطلاق هو ظلم، الطلاق هو عنف، الطلاق هو تعب لله، الطلاق هو ضرر للجميع. كل بيخسر في الطلاق، الكل، محدش بيطلع من الطلاق كسبان. الوحيدين اللي بيطلعوا كسبانين من الطلاق المحامين، لكن الكل بيخسر. وبعدين نرجع لبداية الجزء اللي قريناه، دراحوا غطوا مذبح ربنا بالدموع وربنا ما قبلش. يبقى الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة، الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة. وأيضا الطلاق، آخر نقطة، الطلاق هو زنا، زي ما قال ربنا يسوع المسيح: من يتزوج بمطلقة يزني. الاستثناء الوحيد اللي ربنا اداه للطلاق هو حدوث الزنا، لأن الزنا بيفصل الوحدانية. فأنا عايزكم تفكروا في الثمان نقط دولت، والثمان نقط دولت الكتاب هو اللي قالهم، أنا ما قلتهمش. أول حاجة إن الطلاق هو غدر، الطلاق مكروه لدى الله، الطلاق هو ظلم، الطلاق هو عنف، الطلاق هو ضرر للجميع، الطلاق هو تعب للرب، الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة، والطلاق هو زنا، إلا لو واحد طلق لعلة الزنا. ياريت نستوعب ونوصل لكونكلوجن أن الطلاق ليس هو الحل لمشاكلنا. الحل ان انا انكر ذاتي وتواضع وضحي وابذل مجهود عشان احافظ على اسرتي، عشان تبقى اسرتي اسرة مقدسة، عشان زي ما قلنا كده he seeks godly of spring. ربنا عايز زرع مقدس، عايز عيلة مقدسة، عايز اسرة مقدسة. فالطلاق ليس هو الحل. فالوحدانية، نرجع تاني بقى للوحدانية، قلنا انها وحدانية دائمة لان ده عهد، وقلنا انها وحدانية في كل شيء. تالت حاجة على الوحدانية، ان هذه الوحدانية فيها شفافية، وحدانية فيها شفافية. يعني ايه فيها شفافية؟ نرجع تاني لتكوين اصحاح 2، عدد 25، بعد ما قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. يقول كده: وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. عريانان ولا يخجلان، كلنا بنفهمها اللي هو العري الجسدي، لكن الحقيقة لها معنى تاني أعمق من العري الجسدي. إن في الزواج يستطيع الإنسان أن يتعرى، يعني يعري فكره ويعري قلبه، يعري عواطفه ومشاعره وأفكاره دون أن يخجل. لو في فكرة جت في دماغك بعدين تيجي تقول أنا أقولها لزوجتي ولا لأ، يقول له لا، هي مش هتقدر اللي أنا بقوله لها. يبقى إذا مفيش وحدانية هنا، لأن هنا في خجل إنك تعري فكرك. ولو أنت فكرتي وقلتي
أنا عايز الفكرة اللي جت في ذهني دي عايز أقولها له، أقولها لزوجي، وبعدين تيجي تقولي بس أنا خايفة يزعق ويتخانق ويخرب الدنيا ويزعق، لا مش أقولها. يبقى أنا مش قادر أعري أفكاري، أنا بقيت خايف، بقيت خجلان إن أنا أعري أفكاري. إنما في الوحدانية الحقيقية في شفافية، يعني الإنسان يستطيع أن يكشف كل أفكاره، كل مشاعره، كل طموحاته، كل أهدافه أمام الآخر دون الخوف من الخجل. لما يكونوا زوجين عايشين كده مع بعض يقدروا يشاركوا كل حاجة ومفيش خوف. أنا أحيانا واحدة تجيني تقول لي سيدنا أرجوك أرجوك ما تقولش لجوزي، أنا خايفة منه هيخرب الدنيا. واحد يقول لي بص سيدنا أنا هقولك على حاجة بس ما تخليش مراته تعرف، هتعمل مشكلة كبيرة. فرع عريانان ولا يخجلان، دي مش موجودة. إنما لما نكون فعلا قادرين على مكاشفة بعضنا البعض دون الخوف ودون الخجل، ماذا يعني هذا؟ يعني القرب بينا واحد، عدم الخوف، القبول إن التاني قابلني وأنا قابله، الحرية، البراءة، قوة المشاعر. كلكم لما عدتوا قبل ما تتجوزوا وتدور على إنسانة أو واحد ترتبط بيه، عمرك ما فكرت قلنا أنا عايز واحد أعرف أتخانق معاه كويس، أو واحد نفضل نجادل مع بعض؟ كلكم كنتوا بتبحثوا عن صديق، عن حد يفهمك، حد تفهمه، تقدر انك تكشف له كل قلبك وكل مشاعرك وتبقى واحد معاه. الشفافية دي مع آدم وحواء ما استمرتش طويل، انتهت بالسقوط وبالخطية. عشان كده بعد السقوط والخطية جابوا ورق تين وغطوا بيه جسمهم. وهكذا تلاقي الإنسان مع الخطية يبتدي يغطي نفسه بورق التين، يغطي نفسه يعني يبتدي يكذب، ما يبقاش صريح، يبتدي يخبي عن التاني، ما يقولوش كل حاجة، والباسورد على التليفون أنا مش عايز أديها لمراتي، وبقي كل حاجة مستخبية. مفيش عريانان ولا يخجلان، لأن في خطية دخلت، ولما الخطية تدخل خلاص. والخطية دي مش لازم تكون خطية يعني إن واحد بيخون مراته أو واحدة بتخون زوجها، طبعا الخطية دي على طول بتخلي في ورق تين، بتخلي الواحد بيخبي ويكذب ما بقاش صريح. لكن اي خطية الذات مثلا، لما تخش الذات وان انا كلمتي ورأيي لازم ان يمشي، ده يخليهم يضغط ورا ورق التين ويكذبوا على بعض، اي خطية. لكن الزوجين اللي عايشين حياة توبة حقيقية وأسرة مقدسة بجد بجد، أي خطية بيقدموا توبة عنها، عشان كده فعلا بيعيشوا كده في شفافية. من الحاجات اللي هي تمنع الشفافية الخوف من الرفض، ودي برضو خطية، خطية الاستهزاء بالآخر. يعني مثلا تيجي الزوجة تقول كلمة فالزوجة يقول ليش فهمك انت؟ من امتى بتتفهمي في السياسة ولا بتفهمي في الكورة؟ ف
فهي بعد كده تقول خلاص أنا مش هتكلم، لأن لو اتكلمت هيرفضني، الخوف من الرفض. أو أن يجي في وقت كده أنت تكشف زوجتك أو هي تكشفك بأسرار في حياتها أو أسرار في حياتك. أديكم مثال، مثال يعني مثلا يجي زوج يروح يقول لمراته، يقول لها إحنا الأسرة اللي تربينا فيها كان والدي إنسان عنيف، كان بيتخانق مع أمي وكان بيزعلنا ويضربنا وهي تسمع الكلام ده وقتها وتقول له لا احنا هنعيش في محبة والصورة دي مش هتكون موجودة بيننا وهعوضك بالحب والحنان كل بقى الكلام ده. وبعدين يحصل بينهم اختلاف، فهي تاخد اللي هو قاله لها وتستخدمه كسكين تضربه بيها، خنجر تطعنه بيها، تقول له ما شوف أسرتك، شوف أبوك كان بيعمل إيه في أمه، ما أنت قلت كذا وكذا وكذا. فلما المعلومات اللي بتتقال دي في وقت محبة وتفاهم أخدها واستخدمها كخنجر أطعن بيه الآخر، ده بيخلي التاني مش يستخبى وراء ورق تين، ده يعمل حيطة من كونكريت كده ويستخبى وراها. يقولك أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان إن أنا قلت لها، أهي خدت الكلام ده وبتطعمني بيه. والعكس سليم، يعني ممكن هو يعمل معها كده. علشان كده اوعى تحسس الآخر بالرفض، دايما القبول، اقبلوا بعضنا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا. شوفوا مقابلة الأب للابن الضال، شوفوا مقابلة السيد المسيح مع المرأة السامرية، ما كانش فيها رفض بل بالعكس كان فيها حب. الرفض ده يخلي الإنسان يفقد الصراحة ويفقد الثقة. كتير في المشاكل الأسرية تيجي الزوج تقول بصراحة يا ابونا أنا مش واثقة فيه، أنا قلت له كذا كذا وهو عمل كذا كذا، وكل اللي بقوله له يروح ياخده ويوصله لأسرته. فضحني قصاد أسرته أصدقائه أصحابه، وهي تقول وهو يقول أنا مش قادر أثق فيها، احنا ربنا مدينا خير كتير وأنا بساعد أسرتي في مصر، بس لو قلت لها تعمل مليون خناق، وبالرغم أنا مش بخيل على أسرتها برضو، بس هي كده تفضل بقى مفيش ثقة وفي رفض مفيش قبول، فداخل الخناقات موجودة باستمرار وما بقاش في صراحة، وكل واحد يعمل جدار من كونكريت يستخبى وراه. أيضا من معوقات الشفافية مش بس الخوف من الرفض إنما الأنانية، إن أنا عايز أعيش في العالم بتاعي، عايز أعيش في العالم بتاعي وما عنديش استعداد إن أنا أخدم الآخر أو أضحي من أجله، إنما المحبة بتحررنا من أنانيتنا وبتخلينا نخدم بعضنا البعض، زي ما في غلطة يقول بالمحبة اخدموا بعضكم بعض. اللي أنا عايز أقوله عشان تبقى أسرة مقدسة،
لابد نعيش في وحدانية. الوحدانية دي ربنا ادهلنا يوم الإكليل. والوحدانية دي لها ثلاث صفات: وحدانية في كل شيء، وحدانية دائمة، وحدانية فيها شفافية. والعايزين تزودوا انها لا تلغي التمايز يبقى الصفة الرابعة، بس دي احنا قلناها في الاول انها وحدانية لا تلغي التمايز. فعايز اديك تدريب كده النهاردة فكر فيه: هل انت ومراتك فعلا واحد ولا لا بالمفهوم اللي انا شرحته؟ هل انت بتلغي مراتك ولا انت بتلغي زوجك؟ هل انتوا منفصلين عاطفيا عن بعض؟ هل انتوا اتنين مجرد عايشين في بيت واحد انما مفيش لا صداقة ولا حب ولا شاعر بينكم؟ طب وانت عايز تعمل ايه؟ عايز تكمل حياتك كده؟ ولا تاخد المؤتمر ده فرصة ان انت ترجع الوحدانية دي تاني بعمل الروح القدس؟ ترجع الوحدانية دي تاني. وهترجع الوحدانية مش بانك تغير مراتك او انت تغيري زوجك، ترجع الوحدانية ان انت تغير نفسك وتقدم توبة وتفهم يعني ايه زواج، يعني تتخلى عن ذاتك تماما لكي ما ترضي الاخر. زي ما الكتاب يقول لنا: لا يهتم احد بما هو لنفسه بل بما هو للاخر. يا ريت نخرج من المؤتمر ده مع الصوم المقدس اللي احنا مصلينه وصايمينه، وبالصلاه وبحياه التوبه وبعمل الروح القدس فينا، واحنا بنفكر في التجسد ان الله اخذ طبيعتنا البشريه وصار واحدا معنا، ونعيش التجسد ده باتحادي مع زوجتي او زوجي، وده اللي هيخلينا اعرف اتحد بربنا. ونعرف نحب بعض ونقبل بعض وما نرفضش بعض، ونتنازل عن انانيتنا عشان فعلا نعيش في وحدانية حقيقية تمجد ربنا، وتبقى أسرنا أسرة مقدسة حسب غرض الله لما قال: ليس جيدا أن يوجد آدم وحده، نخلق له معينا نظيرا مثله. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين. تالي في وقت الأسئلة لو حد عايز عنده أي أسئلة تفضل. ميكروفون في. في أي أسئلة لو سمح أتفضل. بعد نيافتك يا سيدنا، ممكن نسأل سؤال؟ لما بتبتدي الكنيسة تصريح بالزواج أو الانفصال، وبياخدوا تصريح الزوج أو الزوجة بالزواج الثاني في نفس الكنيسة الأرثوذكسية كأنه خد سنة من السماء، هنأتي هل الروح القدس يحل في الزواج الثاني اللي كان الزوج أو الزوجة يتجوز ثاني في الكنيسة نفسها؟ هل الروح القدس يحل عليهم ويقبل الاثنين جسدا واحدا؟ لما الكنيسة بتعطي حل للزواج الثاني، فالكنيسة بتعطيه بناء على تعليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة. وهنا ربنا قال: ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء. فمثلا لو في حالة زنا مثلا والكنيسة ادت تصريح زواج، فبناء عليه ان في الزواج الثاني بيبقى زواج مقدس وروح قدس بيوحده. لا
لو في انفصال لعدم التفاهم الكنيسة ما بتديش تصريح زواج، بس ربما الناس مش عارفة كل حاجة. يعني ربما الناس متصورة ان في يعني أسرة انفصلت لعدم التفاهم، ويكون لا في حاجة تانية بس الناس مش عارفاها. يعني في شوية أسئلة هنا نجاوبهم. بقول ماذا أفعل مع زوجتي؟ كل ما أطلب أروح الكنيسة تنكد تنكد كل يوم قبل القداس وتقول لي اتغير الأول وبعد كده نروح الكنيسة. يعني أنا نروح الكنيسة تقول لي اتغير الأول وبعد نروح الكنيسة. ما أنت تقول لها ما أنا لما هروح الكنيسة وصلي ده خلينا اتغير. ما هي الكنيسة معمولة ليه؟ يعني ده زي واحد يقول له إيه؟ لما تخف يبقى روح المستشفى. ما انا عايز اروح المستشفى عشان اتعالج، فلما تقول لك اتغير الاول وبعدين روح الكنيسه، لا ما انا رايح الكنيسه عشان اتغير. حد بيقول نشكر ربنا ده مؤتمر ناجح. نشكر ربنا الحمد لله. بطلب من يفتك انصحني، انا تعبانه نفسيا، خايفه اكون بظلم عيالي واولادهم فيما بعد بعادتي هنا، خايفه برضو من مصر من مشاكل الخطف وكده، وخايفه ما نلاقيش شغل. ارجوك جاوبني، مش اجابه عامه، لان يفتك مش ينفع تقول لي انزلي او اقعدي قصاد الناس. بس الكتاب بيقول من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. مصر فيها تحدياتها وأمريكا فيها تحدياتها. المهم أنتوا مش مهم أنت عايشين في مصر ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في أوروبا، المهم ربنا موجود معاك ولا ربنا مش موجود معاك. لو ربنا موجود معاك وأنتوا عيلة مقدسة، لو هتعيشوا في أمريكا تبقى عيلة مقدسة. نوح وأسرته كان العالم كله شرير، كله شرير، ويضرب عيلة مقدسة. فمصر فيها التحديات وأمريكا فيها التحديات، لكن لو أنتوا أسرة مقدسة هتعيشوا في قداسة أمام الله، وبالطريقة دي تقدروا تواجهوا التحديات الموجودة في المجتمع حوالينا. لكن التردد نقعد هنا ولا نرجع مصر، وانت ترجع مصر تقول يا ريتنا عايزين نرجع امريكا تاني، وترجع امريكا تقول بس مصر احلى. التردد ده القلب المنقسم، رجل ذو راي متقلقل في جميع طرقه زي ما معلمنا يعقوب قال. كيف نواجه او نحمي اولادنا كأباط مسيحيين مشكله المثليه الجنسيه، وخصوصا هذه الأيام، وكيف نحمي أولادنا من المدرسة وتأثيرها وكذلك المجتمع؟ أول حاجة تاني الحياة المقدسة مع ربنا، تاني حاجة التوعية. يعني أولاد صغيرين أنت بتقرأ معهم الكتاب المقدس، حتى مثلا في سن 4-5 سنين تقرأ سفر التكوين، تقول ربنا خلق آدم وحواء وربنا قال لهم يثمروا ويكثروا، يعني يتجوزوا ويجيبوا أولاد، يبقى الزواج بين رجل وامرأة. بس مش هتقول اكتر من كده، بس هو خلاص اتغرس في ذهن الطفل ان الزواج رجل وامرأة، غير كده يبقى غلط. بعد كده برضو المدارس القبطية، يعني نشكر ربنا عندكم مدرسة ناجحة هنا، فبرضو لما يكون ولادنا في مدرسة قبطية تبقى دي حاجة كويسة. نفس الكلام مدارس الاحد لازم تكون قوية وبتحمي ولادنا، ونبقى احنا استباقيين، يعني برو اكتف، قبل ما الولاد يسمعوا الكلام ده في المدرسة نكون احنا عديناهم من خلال مدارس الاحد وانشطة الكنيسة. بعد كده برضو خلي بالك ان الولاد بيتفرجوا ايه على السوشيال ميديا والكرتون والحاجات دي.
الحاجات دي بتعمل غسل مخ لاولادنا. فحتى الكرتون النهارده ما بقاش يعني كويس. فخلي بالكم من الولاد اللي هم بيشوفوا على التليفونات او في الكرتون والافلام. ما رأي نيافتك في عمل برنامج للاسره للوقايه من مشاكل الاسره المتعدده؟ في برامج كتيره للاسره على قنوات المسيحيه، حاجات كتيره جيده جدا جدا يعني، بس نستفيد منها. هل بقول السيد المسيح أن لا يتم الطلاق إلا لعلة الزنا وذلك بعدم تكرار السيد المسيح للعدد، معناه أن السيد المسيح بيترك الحرية للشخص لو يقدر يعيش مع الطرف الآخر؟ طبعا لو الطرف الآخر تاب والإنسان عايز يعيش معاه ما فيش مانع يعني. يعني السيد المسيح ما حطهاش شرط أن لو الآخر زنا لابد أنك تطلق، السيد المسيح ما قالش كده. لو انا عايز اخد شهاده في التنميه البشريه هتكون ايه؟ شوف الجامعات اللي بتدي ماجستير او بكالوريوس في التنميه البشريه وقدموا فيه حاجات تبقى اونلاين، ولو عايز حاجات بالعربي ممكن حاجات مع مصر وحاجات عن طريق معهد الدراسات ممكن يعني. سمحت زوجي على الخيانة وما زال فيها وأعيش معه من أجل الأطفال والأسرة، وأحيانا أفكر في الانفصال، أريد نصيحة. طبعا لابد عشان أقدم نصيحة يعني احنا بنرحب بالدكتور مجدي اسحاق. وطبعا الدكتور مجدي غني عن التعريف، المحاضرات بتاعته والبرامج اللي بيعملها في التلفزيون وأيضا الكتب بتاعته، كلنا قرينا الكتب واستفدنا منها. من أجمل الكتب اللي أنا بحبها للدكتور مجدي كتاب اعرف نفسك اقبلها طورها، جزئين، كتاب جميل جدا لو مرتهوش أشجعكم تقروه. ودكتور مجدي جاي مخصوص عشان المؤتمر ده، فاحنا طبعا بنشكره لوجوده معنا، ومن أساتذة معهد المشورة في أكثر من معهد، أنا متداخل شوية مع معهد المشورة في المعادي، فكتير يعني بنتقابل في مصر، فربنا يبارك في خدمته. أرجع للسؤال ده، يعني تهيألي علشان نقدر ناخد قرار يعني اتكلمي مع أب اعترافك أو أب اعترافه وشوف إيه أحسن حاجة للأسرة لو زوجك ما قدمش توبة ولسه ما عايش في الخطية، وهل هو فعلا ما زال عايش في الخطية ولا دي مجرد انت بيتهيأ لك كده؟ فبرضو دي نقطة يعني يكون صعب ان انا اديك نصيحة عامة كده، لكن اب اعترافه او اب اعترافك او كاهن المشرف على اسرتكو يقدر يساعدكو في الوضع ده. سؤال وسؤال تفضل. الأول أنا بهنيكوا على وجود الأب والصديق والأخ، كل حاجة حلوة في سيدنا. سيدنا أنا بسميه سكرة أمريكا، أنا بقول عليك كده لو تسمحوا لي يعني. وأنا لأني من بيت كهنوت أنا عارف يعني إيه الكاهن والأسقف، وطبعا بحكم الخدمة لفيت على أسقفة الكرازة. سيدنا يعني جوهرة في الكون ثمينة،
مميز كأب أسقف يعني، وأنا تعاملت معه عن قرب فشفت فيه حاجات حلوة جميلة. أنتم محظوظين به بصراحة، من يخليه لكم فرحتوا بيه. ما مش بقول كده لأني قاعد جنبه، هو عارف محبتي ليه، ويعني قصة الحب اللي بتجمعنا من سنوات طويلة، واتضاع منه أنه يخليني قاعد جنبه. وبهني بالنيابة عن حضراتكم وعن نفسي بالترقية التي يستحقها أن يبقى مطران في 11 أب أسقف اللي ترسموا مطرنا، يعني له في قلبي مكانه، وبقول له ألف مبروك سيدنا، تستحقها من الدارة. طيب، هو سيدنا سمح لي أشارك في الإجابة عن الأسئلة، طبعا أنا عارف أنكم جايين تسمعوا، أنا هعلق تعليقاته سيدنا يكمل لي ضعفي. يعني هو بيقول: توجد حلقة مفقودة بين الأسرة من وقت وجودها في أمريكا، هذه الفجوة لم تكن موجودة في مصر، فما هي هذه الفجوة؟ الحقيقة الفجوة موجودة في مصر، فحكاية تقول لي أن الفجوة ما كانتش موجودة في مصر وبقت موجودة في أمريكا مش موافق قوي. يمكن طبيعة الفجوة دي، هي كلمة فجوة دي إن في فرق بين يعني يعني حلقة مفقودة موجودة في مصر بشكل وموجودة في أمريكا بشكل. أنا مؤمن إن الرجل والست الحلوين هيبقوا حلوين في مصر وحلوين في أمريكا. تحديات دي غير تحديات دي. أبقول كده كبداية عشان ما نلقيش بالعيب على البلد. لا، هو نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. عارفين بيت الشعر ده؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أنا بقى شايف إنه ربنا اللي في قلبك بينك وبين مراتك يقربكم لبعض، ويعمل لكم مسبح عائلي في البيت، ويحببكم في بعض، ويملأ حياتكم بالبركة، يبارككم هنا يبارككم هنا. ولو شفتوا في الكتاب المقدس هتلاقوا ناس كانت عايشة في بلاد ونقلت بلاد، وهم خدوا البركة معاهم من المكان ده للمكان ده. إنما للأمانة في حاجات لازم تتذاكر، يعني أول ما نيجي أمريكا لازم نذاكر شوية حاجات، ذاكر طبع الولاد، طبع البلد، طبع الشغل، عشان وانت بتشتغل على نفسك وعلى مراتك وعلى أولادك تعرف تعمله. تمام؟ تفضل يا سيدي. السؤال بيقول: ما هو الحل في مشكلة أولاد في سن جامعي ولكن يظهر على تصرفاتهم التراخي والعناد ومشابهة أهل العالم في التصرفات من أخذ بوي فريند وجير فريند، شرب الكحوليات إلى آخره؟ بصوا، لازم نفهم نفسية المراهق. الولاد في سن المراهقة بيتغيروا من أطفال إلى رجال أو سيدات، وبيبقى ما هو متأرجح ما بين الطفولة وما بين الرجولة، فعايز يثبت إن هو راجل، فعايز ياخد قرارات بنفسه. فده ممكن يعني إحنا نفسره على إن عناد، لكن هو الحقيقة ما بيبقاش عناد، إنما بيبقى هو مجرد واحد عايز يقول إن أنا مختلف عنكم، أنا مش الظل بتاعكم، أنا واحد تاني. فلو فهمنا النقطة دي يبقى مش هقدر أخش اللي احنا بنسميه صراع القوة، power struggle مع الولاد، لأن power struggle ده بيخلي العناد بيزيد. إنما بندي اختيارات وبنقول الاختيارات: انت أصابك كذا وكذا وكذا، اختار، وكل اختيار دي النتيجة بتاعته. لو انت اخترت صح زي ما ربنا عمل معانا في تثنية، ووضعت أمامكم طريق الحياة وطريق الموت، اختر الحياة لتحيا. فالولاد في السن ده محتاجين الاختيارات. أما بالنسبة للبوي فريند وجيرل فريند وبالنسبة لشرب الكحوليات، برضو دي محتاجة بناء روحي، مش محتاجة عند، إنما محتاجة بناء روحي وتفاهم، ونشرح لهم خطورة الاختيارات اللي هم بيعملوها دياً. وطبعا مع وجود بناء روحي ورعاية وافتقاد ومساندة، عمل مشترك ما بين الكنيسة والبيت، وبنشرح لهم خطورة الحاجات اللي هم مشابهة أهل العالم، زي ما بولس الرسول بيقول: لا تشاكلوا، يعني لا تتشكلوا
شكله أهل هذا العالم ولكن بغيره عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يبقى محتاجة تجديد الذهن. فده محتاج تجديد الذهن بالحوار والكلام والإقناع وبالصلاة من أجلهم. وزي ما القديس إمبروسيوس قال للقديسة مونيكا، ثقي أن ابن هذه الدموع لن يموت. هل تعتبر مشاهدة الأفلام الإباحية الزنا؟ كيف نصلح هذه العادة؟ أنا تعبانة من زوجي في هذا. هو إذا كان أنت ناوية تقولي لجوزك الجملة دي أرجوكي بلاش. إحنا بيننا وبين بعض عارفين إن ده غلط، بس لو دخلت المدخل ده بالورب لي وقلت له هذا لا يحل لك وعلي النعمة لا أعمل فيه، والدخلة دي هتخليه يكترك. وإحنا اتفقنا قبل كده كل ما بننقض أكتر وبنوجه أكتر وبنزعع أكتر هيعمل بالعكس، وإذا ما عملهاش قدامك هيعملها من وراك. من جهة إنها خطأ خطأ، من جهة إنها زنا زنا، لكن طبعا زنا أخف من الزنا الفعلي، هو زنا حكمي يعني. إنما هو مرض دلوقتي. طبعا سيدنا يشاركني في الحتة دي، البورنو في العالم كله دلوقتي تحول إلى ما نسميه إدمانات الأشياء. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ يسموه thing addiction، مش إدمان الكحول والمخدرات والأفيون والبانجو والفودو، ده إدمان المخدرات. في دلوقتي حاجة اسمها إدمان الأشياء. إدمان الأشياء يعني إدمان البورنو ده تحول إلى إدمان، الفيسبوك تحول إلى إدمان، الموبايل تحول إلى إدمان. فده نوع من الإدمانات الشديدة وله مضار كثيرة جدا، يمكن إن احنا نلقى لها محاضرة كبيرة خالص. ولو لازم تبقوا عارفين فكرة إن اللي بيشاهد هذه الأفلام بتطلع له مادة في دماغه اسمها الدوبامين. تعرفين المخ بيطلع مواد كتيرة قوي، أشهرهم في السايكايتري ثلاث مواد، مادة اسمها نور أدرينالين ومادة اسمها سيروتونين، وأشنعهم وأشرسهم الدوبامين. يعني أنت لو جبت ولد صغير بيبي وخليته يمسك الموبايل بدري وشلت منه الموبايل بيعمل ايه؟ بيصوت. ولو رجعت له الموبايل يسكت وشلت الموبايل يصوت. هو ابتدى يدوق الدوبامين بدري. الدوبامين ده بيطلع في المخ زي المخدر بالظبط، مسكن. فهو الشخص اللي بيتفرج على البورنو ابتدى يطلع له الدوبامين، بحيث اول ما يتفرج يطلع الدوبامين فيديله نوع من السعادة والانبساط والانشراح وحاجة زي كده. عيوبه كثيرة جدا جدا جدا، طبعا من ضمنها تدمير الطهارة الشخصية، تدمير العلاقة الزوجية، الإدمان المتشدد، العلاقات المنحرفة فيما بعد، دعوة الشغل. وأنا رأيي الشخصي لو سيدنا يسمح لي وتسمحوا لي، الموضوع ده ما بيجيش بالنصيحة، ده محتاج تدخل طبي. نصايح العامة نصلي وناخد بركة ربنا ونتناول كتير وناخد رأيه بكل الكلام ده أنا فوق دماغي من فوق، بس مع كتر الحالات اللي شفتها دلوقتي الموضوع بقى شرس جدا، محتاج تدخل طبي لدرجة أحيانا بنضطر ندي أدوية تقلل الدوبامين ده، دواء. بالإضافة لشغل بقى كونسلينج وكلام وحوار وقعدة وتطمين ونشوف السبب. بس من فضلك تبي سبورت لي لغاية لما يطلع من هذا الموضوع. لو تحولت إلى مهاجمة القصة هتنتهي بنهاية غير سعيدة. أنا متجوزة لي 9 سنين ومعايا طفلين، بحب جوزي قوي وبحاول أرضيه بكل الطرق، بس للأسف القمار واخد كل وقته ومش عارف بيسحب الشغل بالليل عشان لعبة القمار وضياع الوقت. بيوعدني إنه هيبطل ويرجع تاني كل مرة. أنا تعبت خالص من الموضوع ده، مش لقيا له حل. مع العلم أني انفصلت عنه سنة كاملة غصب عنه بسبب عدم دفع للإيجار. كنت فاكرة أني الفترة دي هتغيره، لكن للأسف محتاجة حل. زي ما بيقول الدكتور مجدي كده على البورنوغرافي، نفس الكلام، الأمر بإدمان ومحتاج علاج. المشكلة مع كل الإدمان إن الناس بترفض العلاج، وإن هم يقولوا إن إحنا
هنقدر نتعالج، نقدر نوقف بنفسنا. وممكن يكونوا صادقين، يعني مش عايز اقول هم اللي بيقول انا عايز ابطل، ممكن يكون صادق بس ادمان ما بيقدرش. عشان كده دايما السؤال ازاي اقدر اخلي المدمن ده يوصل لان يطلب العلاج، لان هو لو وصل لانه طلب العلاج سواء زي ما الدكتور مجد هنديله ادوية او هيخش مصحة الدنيا هتتحل. فالسؤال المهم ازاي نوصله ان يقول انا عايز اتعالج. تعالوا نبص بقصة الابن الضال. الابن الضال ده كان مدمن الحياة الغلط اللي هو كان عايشها دي، وبعد كده وصل لمرحلة ان هو مش لاقي ياكل. انا عايز اسألكوا سؤال، لو الاب في قصة الابن الضال قال انا هبعت له شوية فلوس وابعت له شوية اكل علشان يعرف ان انا بحب، كان الولد ده رجع؟ الولد ما كانش رجع. لكن الاب سابه يتذل، سابه يحصد اللي زرعه، سابه يحصد اللي زرعه، يحصد نتيجة اللي زرعه. ده خلاه يقول اقوم الان وارجع الى ابي. ده بنسميه بالانجليزي do not enable him، يعني ما تمكنهوش، ما تخليش اللي هو يزرعه حد تاني يحصده. نفس الكلام بالنسبة للي بيلعب قمار، لو خلص فلوسه وانت تديله فلوس او مكنتيه من فلوس ولا خليته يبقى له اكسس للذهب بتاعك ولا الى اخره، عمره ما هيتعالج. لازم نحتاج اللي يزرعه يحصده، بعد كده هيوصل للآخر ويقول أنا محتاج أتعالج. سيدنا أنت عندك كلمة حلوة قوي قلتها قبل كده سمعتها عنك بتاعت غلط يا ست، كل واحد سيحمل حمل نفسه. وعملت فرق ما بين الحمل والثقل والبرد بالزبط، بس أفكر أن يفتك كلمة رائعة. يعني زي ما في غلطية في كلمتين، في غلطية ستة عدد ثلاثة عدد خمسة، يقول كل واحد يعمل حمل نفسه ويحملوا أثقال بعضكم بعض. حمل نفسه، الفرق بين الحمل والثقل، الحمل ده مسؤوليتي أنا، الثقل اللي هي الحاجة اللي أكبر من حجمي وأكبر من مسؤوليتي. بالنسبة للثقل نشيل ثقل بعض، إنما بالنسبة للحمل الكتاب يقول كل واحد يحمل حمل نفسه. فهو ده اللي بيلعب قمار أو أي نوع من أنواع الإدمان، لازم يشيل حمل نفسه، ما تشيلش الحمل بتاعه، ما تشيلش مسؤوليته. فزي الابن الضال، لما الابن الضال وصل للقاع قال أقوم وارجع. نفس الكلام لما المدمن قمار أو أي نوع من الإدمان لما يوصل للقاع هيقول أقوم وارجع. فدايما النصيحة اللي بنديها لأي حد عايش مع حد مدمن بنديله نصيحتين، صلي من أجله ولا تمكنه، do not enable him، صلي من أجله ولا تمكنه. دول نصيحتين مهمين جدا علشان الإنسان المدمن يقدر يوصل يقول أنا عايز أتعالج. وانس إن هو وصل عايز أتعالج، في المصحات وفي يعني طرق كتيرة للعلاج تقدر إن هي تساعده يتغلب على موضوع الأمور. ويا جاب قاعة اللي سيدنا بيقولها دلوقتي، ده تعبير نفسي 100%، درجة ستة إدمان. يعني درجة الأولى إن هو يجرب، درجة تانية إن هو يستمر، درجة تالتة، درجة رابعة لما في ناس ما بتخشش المصحات إلا لما بيجيب قاعة التعبير اللي سيدنا استخدمه، جاب أرض يعني. وده فعلا زي ما سيدنا بيقول لما بنسيبهم يدوقوا حصدهم الشخصي، يعني أنا ما سدلوش احتياجاته أسيبه يتمرر. الكلام ده صح في الأزواج وصح في الولاد. يعني لو أنا ابني مدمن وقعدت أساعد وأديله في فلوس عشان كل ما يتورط يطلع عمره ما يخف من الإدمان، البكو يجمد شوية. يعني أنا عندي ابن عنده سنتين وهيجيله بيبي بعد 7 شهور، سؤالي هو في طريقه أهيأ له بيها الوضع ده ولا سنه صغير؟ وكمان ايه هي الاخطاء لو الحاجات اللي لازم اخد بالي منها بعد ما البيبي التاني يجي عشان ما يتأثرش سلبي على الطفل الاول؟ سؤال حلو جدا. اولا طبعا ما فيش حاجة اسمها البيبي صغير، البيبي بيفهم من اي سن. انا ممكن اديكم محاضرة كاملة
عن البيبيهات اللي بتفهم من سن ايام. فكرة ان البيبي ما بيفهمش، ده في دراسات اتعملت على البيبي في بطن امه بيفهم في بطن امه. يعني لو هو في بطن الام عملنا تجارب على البيبي لقينا الولد وهو صغير بيتعلم حتى وهو في بطن الام. وانتوا عندكم حتى دليل كتابي انه لما ايوه برافو عليك، لما الست العذراء قابلت اليصابات قالت هو ذا حين سمعت صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطن. عملوا تجارب كتيرة والبيبي الصغير بيفهم من اول ما بيتولد. يعني عملوا تجارب مثلا لقوا الام اللي بتقعد تدندن للبيبي يطلع ودنه موسيقية، اللي بتصوت للبيبي يطلع احول. فاهمين الفكرة؟ يعني لو الام صويتة، في امهات تصوت كفاية حرام عليك كان يوم اسود يوم ما جيت، يطلع البيبي عنده حول نفسي وانفهاش عقلي. يعني لقوا ان الام اللي بتقرا للبيبي وهو صغير كتب somehow بيتعلم، بيحب يطلع يقرا. عشان كده مثلا احنا بناكد على الامهات خلوا الاولاد يحضروا معاكم الاداديس من هو صغيرين، وبيعيط ويقعد في القداس يسمع. somehow بيحب الالحان. الولاد اللي اتربوا في الكنيسه مع الامهات جوه الكنيسه وسمعوا اللحن وشموا البخور وشافوا ابونا بيتعلموا. فمفيش حاجه اسمها البيبي ما بيتعلمش، يكبر ودي الريحة اللي بيرتاح لها، ده الألوان اللي شافها، ده الهدوم اللي بيشوف، دي الأبوة اللي حسها. عشان كده بنربي ولادنا جوه الكنيسة من صغرهم. ده بس في الأول يعني تهيلوا الطريق السكة طبعا، تقولي له في أخ جاي وإحنا هنحبه وهنلعب معاه، وتعملي ثلاث حاجات وإنتي بتستقبلي. نمرة واحد هتقولي له إن ده أخوك اللي بحبه زيك زيه، وتقولي له كده التعبير اللي أنا هقوله لك، انت عيني اليمين وهو عيني الشمال، انا بحبك كنا وهو هنا، عشان يحس ان الاثنين متساويين. اقرب تعبير بيفهموه الولاد. الا لو كنت مخزقه له عينه دي قصه تانية بقى، لو انت مطلعه عينه وعين ابوه دي قصه تانية ماليش دعوه بيها انا يعني. خلاص دي واحد. اتنين تجيبي هديه تجهزيها له وتقولي له اول ما يتولد هيبيبي هيجي معاه حاجه حلوه، وتختاري له حاجه بيحبها. ابنك يتولد من هنا وانت طالعه شايله البيبي في ايدك اليمين، او بابا شايله في ايده اليمين وعلى الهديه في ايده الشمال، عشان يعمل حاجه اسمها كونديشند ريفلكس، ارتباط شرطي. اخويا بيحبني وماما بتحبني مش اول ما جه. والحاجه الثالثه انك انت تمهدي له تقولي له انت هتبقى بتساعد ماما في الاهتمام بالبيبي. يعني هترتب معايا الاوضه وترتب معايا السرير عشان يبقى فرحان بيه. دول الثلاث حاجات اللي تعمليهم. اللي ما تعمليهمش بقى ثلاث حاجات. نمرة واحد ما ترضعيهوش قدام اخوه. عشان الولد لو شاف الحته دي اشمعنى انا ما برضعش، انا خلاص كبرت وما برضعش، هيجي له غيره داخليه ويبتدي يتصرف تصرفات اسمها النكوص. نكوص باللغه العربيه يعني ريجريشن، يرجع بظهره خطوه. هبتدي اشوف الاخ ده بيعمل ايه عشان ماما ترضعه، بيصوت يبقى انا اصوت. بيعمل ايه عشان ماما ترضعه او تغير له، بيعمل على روحه يبقى انا اعمل على روحي. هتلاقي البيت تحول الى تبول لا ارادي، وجايز الاب يجي له كمان تبول لا ارادي، تبقى القصه كويسه زي الفل. وعلى فكره اكتر سؤال بيجي لي في التلفزيون التبول لا ارادي، مش عارف ليه يعني وبتوع المنيا بيسالوني السؤال ده مخصوص. يعني انا بتكلم على موضوع الاكتئاب. اول سؤال ابني بيتبول لا ارادي، ماما انا رديت على السؤال ده من 7 سنين، احب اسمعه تاني. حاضر يا ماما. اللي بعدها على طول في نفس التليفون تبول لا ارادي، انا هفتح عياده اسمها عياده التبول اللا ارادي. خلاص الولد هيتبول لا ارادي. ده جزء من اهم اسبابه ان الولد الصغير يشوف اخوه بيرضع او بيتشال فترضعيه لوحده، تخش اوضه تقفلي على نفسك وتخلي اخوه يلعب، لكن ما يحضرش حاجات بتتعمل بس لاخوه الصغير. ثلاثة ما تعاقبيهوش اي عقاب اذا تتعدى على اخويا، ما تضربيهوش هيضربه اكتر. تاخديه في حضنك وتشيليه وتديله رعاية مماثلة، ولو عمل حاجة زي كده تروحي واخده في حضنك وبيساه وتقولي لا ده بيبي صغير هو بيفهم، نعامله بالطريقة الفلانية وبالطريقة الفلانية. ماشي؟ بيقول ازاي ابتدوا تصريح زواج لمرة اخرى لوجود مشاكل وليس لعلة الزنا. تاني المشاكل الاسرية اسرار، يعني مش لازم تكون في حالة فيها زنا
ونعلم بالبوق ان الحالة دي فيها زنا وخدت تصريح زواج عشان الزنا. وايضا الكنيسة بتدي تصريح زواج لما يكون في بطلان زواج، يعني حصل مثلا غش او حاجة زي كده. ونفس السؤال اتكرر مرة تاني، هل الكنيسة بتسمح بالطلاق لو ما فيش زنا وما حالات بطلان الزواج؟ وهل دي خطيئة؟ الكنيسة بتسمح بالطلاق في ثلاث حاجات، الزنا او بطلان الزواج زي ما بقول ان يكون مثلا في عكس جنسي او في حصل غش الى اخره، او تغيير الدين لو واحد غير دين. دول الثلاث حاجات اللي الكنيسة بتسمح فيهم بالطلاق. وتاني مجالس كليريكية دي اسرار، فممكن انت ما تكونش عارف كل حاجة، انت بيتهيألك ان الكنيسة ادت بس لمجرد مشاكل، بس ممكن بيكون في اسباب تانية لا يعلم عنها، يعني من اجل سرية الاسرة. هو من ساعة ما سيدنا جه انا شايف انتوا عندكم مشاكل زادت شوية، يعني انا احنا كنت في سلام يا سيدنا والدنيا انطباع ان مفيش مشاكل وكل حاجه جت، بس سيدنا جه من هنا والفضايح زادت من هنا. سيدنا انا مراتي بقت مدمنه، معلش حللني يا سيدنا. والسؤال موجه لنيافته كسارة ونيافته تجاوب مفيش مشكله. مراتي بقت مدمنه فيسبوك، هو ايه الحكايه يا جماعه؟ جوزي بقى مدمن بورنو ومراتي مدمنه فيسبوك، ايه الحكايه؟ ليه كده؟ ليه عاملين في روحكم كده يعني؟ ومش قابله مني كلام انتقاد لا في الموضوع. ادي اول غلطه، احنا مش بننتقد، اتفقنا. الحاجه بيسموها ريفيرس سايكولوجي، انا قلتها من شويه. هات ابنك الصغير ماشي على الارض، قول له حسب الحفره حسب الحفره حسب الحفره، يجرى له ايه؟ يقف في الحفره. هات مراتك، انت تخينه انت تخينه انت تخينه، هتخس؟ لا، هتلاقيها اتفزرت من الهدوم بتاعتها، لانها حاسه انها، فهي عايزه تعاقب روحها على كلامك. هاتي جوزك، انت تدخن انت تدخن، مزمور انت بتدخن انت بتدخن، هيجرى ايه؟ هيبقى بيشرب بدل سجاير شيشه، يعني هيزود طاقاته النفسيه انه يحسن ادائه يعني. فالانتقاد المبالغ فيه لا جدوى منه، ما بيجيبش نتيجه خالص. اللي دي محتاجه سبورت عشان تخف من الموضوع. هو بيقول انه ما بقاش لا خلق تسمع لمشاكل الاطفال الفيسبوك. انا سبقتكم بدي قلت لكم ان الفيسبوك ده كايند اوف ادمان. انا عاوز اقول لكم حاجه، وسيدنا عارف الكلام ده كويس، احنا بقينا بندخل ولاد في مصر وناس كبار في مصر ادمان الموبايل، عندنا ناس كده. انا عندي ولد ما بيقومش من على الموبايل بالعشر ساعات، بياكل وهو ماسك الموبايل بايده الشمال بياكل، لدرجه ان ايديه صوابع ايديه بقى فيها فنجس فطريات، ما بيغسلش ايديه، مش قادر ينقل الموبايل، يقوم بيخش بيه التويلت، يطلع بيه قبل ما ينام، ما بيروحش الامتحانات، بيلعب جيمز طول الوقت، لدرجه خدناه دخلناه في مصح. فالناس دي مسكينه محتاجه علاج. وبالمناسبه لو تسمحوا لي من بدري بدري، اسمعوا بس الحته دي الله يبارك لكم، يعني من بدري بدري لما اولادكم يجوا البيت او جوزك يجي البيت او مراتك تيجي البيت، اعملوا كده تريننج انه في فتره اسمها موبايل فري تايم، افصلوا الدنيا دي كلها للولاد والبنات وليك انت انت وجوزك والولاد، فتره يقعدوا من غير موبايل. هتلاقوا في الاول الدنيا بقت عصبيه شويه، بس هتلاقوا حاجات اتعملت، ممكن تتفرجوا على التي في شو مع بعض، تلعبوا جيمز مع بعض، تعملوا حاجات مع بعض. احنا جربنا الطريقه دي في مصنع، في الاول بيقعدوا شويه متوترين، بس الوقت ده احنا طفينا الموبايل وعزلناه. طب انا اسالكم سؤال، حللني يا سيد. كنت في مره في مؤتمر خدام، ومؤتمر الخدام ده كل الخدام اللي قاعدين بليف ات اور نوت قاعدين ماسكين الموبايل طول المحاضره اللي انا بتكلم فيها. طب انتوا جايبيني من مصر ليه؟ كنت الكلام ده في بلد من البلاد مش هقول اسمها، جايبيني عشان تقعدوا كلكم تمسكوا الموبايل؟ فطلبت من سيدنا اللي كان موجود، قلت له من فضلك يا سيد احنا هنعمل تدريب الفتره دي ان احنا هنقفل الموبايلات، هنخش القاعه بلا موبايل، نقعد مركزين لفتره، عينك تهدى، تطلعوا من الفومو. سمعتوا عن الفومو؟ fear of missing out.
أنا خايف أي حاجة تقول خبر راح مني، قتلوا فلان، ولعوا في الحتة دي، ضربوا الحتة دي، موتوا دي، دي حلوة موتوها، إيه موتوها، طلعوها، هاتوها ماتت إزاي، حصل الدولار طلع، الدولار نزل، عملوا كذا، اسمه Fear of Missing Out FOMO، عملت دوشة في دماغ الناس. فبقى بمسك الموبايل حاسس ان somehow I need to know all knowledge all the time بشكل يمنعني من الحياة. هي مسكينة مراتك محتاجة مساعدة، she needs help. فالانتقاد هيزود ضعفها قدام نفسها، الهلب ده محتاج تدخل حد متخصص يساعدها، فقول لها تعالي انا وانت نروح لحد يساعدنا، ونبتدي احنا نعمل حاجة اسمها weaning، نسحب الدنيا دي سنة سنة سنة. ولازم الكونسلر او السايكايترست يكون بيحبها حب وقابلها زي ما هي، انا حاسس بيكي واقف جنبك وانا ومش هسحب منك الموبايل مره واحده، بس احنا هناخد 1 اور فري تايم، بعد اسبوع او 2 2 اور فري تايم ونتدرب على كده. وكل ما يجي لك رغبه في الموبايل في حاجه اسمها الالتيرناتيف، نديها بدايل، بدل ما تمسك الموبايل اعملي كذا كذا، ده يشمل تليفون، يشمل خروجة، يشمل زيارة، يشمل صلاة، يشمل أجبية، يشمل جيم، يشمل حاجة معينة تعملها بحيث تطلع منها. شكرا لسيدنا وتروح لدينا بالسلامة.